بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلان توعان ونكسان داو ديال ملبو أتشوكتان حال كان وابرتا عن كل انها يوتيوب كأنو حركة ورركة هاد دي آد نقو عصبتين نقو صابيرو كمين نقو صاحي بدا نقو حرين سنة ترموسا سود يلحو وحالقو ورمي يائن وقتيان او كقاب سنة يو أرماها قلافكا كدحية مدحوين فرماجو إيا الروبلي كيس كإكران تهليل فارح حق علوس أيا لقبحيين سناتر موسى سعلوس أيوه هذا ليا عيد مدى بتبادا قرار مقدسه أيه سو جليان وحال لوجو باقي بشه هوي إن هو بكيد أي قاتو أفرماجة كسرتو عاصمة ده قط بده عاس أيان إجدول استاج دونا وحنا برام مش كان جلا قب جليا مركله دكتور مختار محمد علي وأن سؤال دوره ويدي دونا وحوي دكتور أمه سوات الشلان وعدنا وتسأل وحالير وحب بلع ما أدري مش أدري حب ذي كده هذا وقلت سياسني سيال واحد كسر جاريان وعدتك بجانك ومدى الصومالي وده سوتشلة ولو مع البالة مارتي أي أبانتا أي أبالكي مارتي فياسا هالبالة يجين وحلقوا عن سرعين عن مارتي وحبا ينصر أحين وماتا أو صفا ديو سياسة بين النغطة يسخد بالعبادنا قبل إيلا تلياتي ساوفنا فاكتو لبقول سنة مالا يغفا ديان وعيونا مارتي أن مارتي دفاعية حق دفاعية وحوية مصرحين تياتشوه وعيونا الدفاع كتلة مارتي كون سوتشي وغفل كل عدنا أي فرط خفيف يا مخي أي لما دي بعد قرن واتشون وديار وحال مرة سين بيقولوا يريو لكن واحد لو بلا ما كان بيشو هذا فرصة رائدة على كوجفت في توبيا كود بي شو حوي في مرايكم كوحري ما رت كيف سقيا كوحري كيف سياد برا كوحري وحاسد خصوصا مرة حسوق على تبع مجال الآن وحال جوا حاسدات في إنترنت الآن بيجي الله يصير أنت دي ما تبغى ودي ما تبغى هذا كده من كل الصوايم هذا نعم صوب المام صوب الجيل دهنا لكن واجع أبري صوب عن نماد الوقع يعني يوم مالك تبيه لكن الهوس جيني أنا شوارد ما تي ولا سبقي لكن هم وش بنت فهم ملاجئين أنا إذا مرك بنت فهم عن والو قاعدي وحوي مرك إذا مدة بعد قرن واتشوان ود لا تنت غير وقع على ما يسمع تقول إن الجرا فرما جنا سوقتا فهم أي غطا فهمنا وحوي هاد كيفو جاب إسير وحن مالك كل منها مرك بنا على بورك أما على بورك الجوليسة بيشاروا ضلوا قاسع سووا هو يغانو إن لا بيجوا فرماشوا يدندلوا ضمن صورهم اللي جايو إن يسمى بحن عيدا محاولة مالك سقيس اللي جايو ولا قفتو كي سود يعني وكده على بورك مالك هم بتسوى عنو باقية هلك لو لا سقفون وما في لا الدين لا وياشة أو بلاجة بيجي كوكو بيسجري وما أنت كريم مالك عبدات ما أنتي عاد محكمة صور شاري ويشان وما عاد ما أعرف جعلت إنك هو ويسان فهو تاريخ من البال حنا جلسان قال بهذا تاريخ ويسان مريكنا لندرستان توبي على لندرستان سياد برا لندرستان وما أعرف لو كل لا تصل ودن كان في تاريخ سعنا سوام هذا كله يعني حاجة ما بدي حاجة بيالك فرماتو يا الله كله هني يا فهد والله شخصي وحيه هنا ملا في ذلك بيال وصغم البال غرنا واجب تاع مع تويل إذا ما هو ريسن قول والبن أيضا على كجرة وهذا السن أنا وهذا مرة بحطه إذا ما أنا شيء مركب وحوى إذا ما دي بالبعض غلط واتشوان لما لا لو شكره لما أنا وحيكره وحوى دي الجورة ويشو أكو قوس قاتلي وحي كره كده عي أيا نقول بقى فكره يمكن حتى راعي لا وأنا العقد هذا ما طلعي وراء شو هلا قاتل عي لكن ما راعي العقد ولا قد بيع العقد ما راعي هذا هو كره وحي كده عي أيا غفل بنكتي سكيري صار صومالي مركب بالبعض غلط واتشوان وبليه أيوة بن علي شوار أيوة توتو وتو شوار وديار واحدة كلا دينا ما لحد وشرحين فينا مركان وطيعين ترى يوم فديان دبا يسول لاتن وديار شو دبا يسول لاتن وعند سنتها ماشوا فحوي رجال ودنا على بور كان يعطي كعطي يوم مدرسة مالين صغر ما مدر له هذا جد الدكتور وحاجر تأين أرن سي هذا له هذا الحيوة إن سنة موسى سود يلعو وبرامش كان يعني عندما بدأ قرر هو جامين يجي كل إذا هذا أود بعي ما دام وكرسي سوهر أريما أيضا ملوصها بين كنا ماي سألتكم مالعين موسى السويد يلحو أنت فرماتي تشوه أنه يحل دماغك هاتشده وأكو قصبية وهي واحد هو أن فرماتي وعدوي موسى السويد يا بطل مقصد تشوه حل دماغ مركو سهر عديالك أفرين هذا لكن سانك وقوش يلي واحد الوين شيء أنا حب الله فيه عدان لقيم مارب وينو عيقو أي سب اللعبين طبعا غفر رفانية وحال شن مليون وقف حمر دقن لا وقف شن مليون مركب حي ما حيك حي وقف سنتها حوا وقف سنتها الشيء سوى وقف يعني حبت قصو لغسين السياسة اللي وجود له
gacantana lagu dhigo waa xaqdada markay aragto. Laakiin hadday dagaal noqoto, ninka koowaad soo galaya waa muuse suudiye laxu isagoo sano kale, waayo waxa weeye waa maaragtay dadkan dowladiidka munaafaqiinta etoobiyaanka oo farmaajo iyo saad iyo waxa lamid a iyo eritrea iyo maaragtay etoobiya dalka muuse ninka koowaadu noqonaya ma noqonayo nin maaragtay bidca nin farisana ma noqonayo. Hawshiisu wataa waa isdiyaargaraynayaa waxa weeye maaragtay allaba hadda meesha oo tiro badan ma joogo, waa adigu dadkaas xunka oo raba in xabadimayaada ka bilaabato xabadaasa la diidanya wax kaloo muuse ku jaban malahan. Qof walbaana waa diyaar, qofkii aglaloo qaangaarana wuxuu dareemi karaa ikraamta amikiiskeeda sida loo xaqrayo ayaa sidana beri loo xaqraya. Marka qof noocaas oo kalaa in meeshaan uu u fadhiyo maarata reer muqdisho waxa weeye ceebay ku tahay. Marka xabadda waa lagu heshiyay inaan la bilaabin, laakiin hadduu bilaabo jawaab degdegaa la siinaya. Waxaad arki doontaa isagoo farmaajo iyo fahdo xabad ku dhinta oo suuqa bakaaraha la wareejinaya balaashi iyo maarata kaaraan ayaa arki doontaa insha allah. Waa tahay ciidamadii kale ee la xiriiray kuwan badbaado qaran ee jooga sidoo kale difaacyada aan mirnaayo ahayn qaarkood weli waa ay joogaan gaaraan agagaarkood talowheliye, ciidamadaas ma u muuqdaan qudhooda weli kuwa diyaar u ah inay galaan fila soomaaliya? Waa diyaar, wax walba waa diyaar, laakiin tala guudaa la yeeshay dadku waa maaragtay wuxuu leeyahay dad waxgarada ganacsato waxa weeye ilmaha jooga dad waaweynaa jooga magaaladu waa iska dhisan tahay. Inkastoo farmaajo uu xoogaa hoos ka haleeyey oo dariiqadii wadooyinkii waxay dhamaa burbureen, waxaa la yidhi xabad dambe ma rabnaa la yidhi xabad dambe yaan la ridin. Ciidamadii holwadaagaa diyaara, kuwa hodanaa diyaara, kuwa muusaa diyaara, maalkasaa diyaara, waa maaragtay waa loo diyaar garaysan yahay. Laakiin muxuu maaragtay tabadii lagu qaba lahaa farmaajo iyo faad xaqiiqatun tabadiyaa dhiman, waa maxkamad sugayaal, waa criminal. Marka waxa weeye keliya anigu waxaan cabsi ka qabaa aeroborka inay ka baxaan, inkastoo interpol ay soo qabanayso boliiska adduunka uu ku raad joogo, haddana maxkamadda i c j dacwad laga geeyay maanta farmaajo. Waxa weeye marka garoonka diyaaradaha ayaan leeyahay hala adkeeyo oo skoysa ciidan hala dhigo, shagboonta weyn hala dhigo, ra-iisaaruhu ha dhigo, hala baaro dadka waxa weeye aeroborka aadaya. Intaas keliyaan ka baqayaa ma ahan wax kaloo laga baqaya malahan. Siyaasadna waa maaragtay waa looga adkaaday, mas-uuliyadiina waxaa qaaday ra-iisaara qaaday, waxay maanta hayaan male, maaliyadna ma hayaan, waa dad xunoo maaragtay ducufa. Qofku markii uu dembileyahana waxa weeye waa maaragtay nafta haysa waa rafanayaan. Marka labadaa qofood iyo intii soo raacda oo maaragtay aan ku cid ahayn oo meelahaas maaragtay dadka reer muuse kasoo jeeda waxa weeye wax yara u haray waa bil iyo wax lasoo dambiriyaan isu leeyahay in lagu soo cabsari doono. Kiiska ikraana waa laga mahadlaan, waxay isku bedelay ama ammaankana dobla madax kee cid kala hadli karta male, waayo daro maamul goboleedo soo maaragtay imaanayo inta wax mishinka soo maleeyo roobla inay mishin ku gadiyaan raba. Haddii ayagana waxa weeye digniina la siiyey, hadday mardima ku laabtaan wuxuu ku dhaca ayagaa isku dhigay. Marka waxa weeye maaragtay waxalba waa laga hadlay, waa laga feejigan yahay, waa la og yahay, waa lala cayaaraya. Nin waalan weeye waxa maaragtay hadlaya, marka nin waalan hadduu kula hadlo waxa weeye maaragtay qaabka loola hadlo ayaa la yaqaanaa. Laakiin farmaajo waxaan dareemayaa farta la akriyo inay tahay xabadu markuu dhacdo inuu maaragtay waa fulig, markaasuu maaragtay maskaxdiisa ay soo noqotaa waa qof qurmay, waa qof waxa weye dibadda laga soo nacay, waa qof talkuus nacay, waa qof dayraa, waa qof maaragtay soomaaliya maaragtay laayay, waa ethoobiyaan, waa eritreyaan. Marka waxa weeye maaragtay maxaan ku yihahdaa farmaajo waxa maahan insha allahu tacaala soo dambiri kadib gacantaa lagu soo sidaasada fahad iyo maaragtay shabakadda isku xarayd oo maaragtay dadka lagiso dadka qarxo jirto maaragtay dhibaato xabadis. Waa tahay taladaada ugu dambeeya aad ku gunaanadaysa maxay tahay? Waxaan ku gunaanada in la xishoodo dadka reer muqdisho oo la socda dabadhiliqraandiidka farmaajo la socda ama fahad madaxa u laalaadinaya. Waxaan leeyahay la xishoodo, labada nin waa tegayaan, waxayna ku tegayaan maaragtay qaab iyagoo dembiliyaala ayay tegayaan. Dadka reer muqdisho kasoo jeeda facebookyada iyo idaacadaha ayaa ka hadlaya maaragtay farmaajo xaggiisa waxaan lehay mustaqbalkeena unaxa xishooda wax isku fala. Haddaadna dan lahayn oo dad maaragtay dhintay aad tihiinna hadda waxa weeye caabirkiinu farmaajo meesha maraad mari doontiin. Dadka reer muqdisho kasoo jeeda qof farmaajo la shaqeeya maanta kadib waxa weeye waa sawir lamid a waa dilsa wasaa. Waxaan ugu baaqayaa marka dadka farmaajo ka aydow inaa iska aamusaan
أما كايبة واجري أنا أمسان شو بسير هذا حالات بواحد تعلمت حضرت برجع أفرق ودستع قلنا كنا ورقدوا الشارين عالم في قدرنا نجوه تاجية وحوي مركة وحنا لا يدك ريموز كذو جيدة تاريخ أقول مش تلقي ما نحديسة كل عيب ومننا ما أنا كده بليفك عدل وأم حالة الله شغية وفرمات ويا فان كل لا يحدا عدا الدم به رأسه وقسان عدا الإسلام مصان عن لا وأكل محتى سادوا بعدا عدا نحنا ما وحوي وحين تسويني أنا عدلك لا شو فرمات جمر أنا ما ردون إن شاء الله تعالى حمر الله إنكم وارك الدنيا غفر إنكم كملة مركة وحص وحن سويت جيلنيا إلا في تلماذه حق الوسع هذا تصور عنك وضلك ويا لأن الوضع ما ربنا وما سنيا فبلا وحنا يأتكسو هذا أتكسو ويجو تبكى على لشر تبكى على متشلشر سو ما عليه لشر وحلا يوز عسلية إس عسل ما كيس عسلة لا بد أن يخدي فرماجي سهل واحد ما جعنته الوسع بديه إذا ما يسوق ولا وابيا أكثر رأي مش واحد دياره من أحتويه لو بك شو له وفرماجي وكمدي يا ما أعرف سهل جالس أنا شغف أنا أكثر مش ديارهمي أيوه ديارهم هن مردم بإن ما كم حار أم حار أو طرد أكثر مش ديارهم مركب واحد سوي شيء دنيا إن الله على كلامه قرحي الله إسرائيل عليه واحد مريجيان سهل يا فرماجنا كاسنا وحو هاد دكتور مختار محمد علي او قدك تليفن كأي مقدشة يوغو ورميي واتكو ما تنتين لسعود كأي اللجانقات كبرهامش كين هل كان وانوحر كورر كان نبت قليل